ديوانة هي اليوم تمكن من معدات مهمة لمقاومة الفساد لحماية الحدود لحماية الاقتصاد التونسي، معدات مهمة ستمكن حقيقة في المرحلة القادمة، ستكون موجودة في الطرقات، ستكون موجودة في البر في الجو قريبا في البحر أيضا، لحماية الحدود التونسية، لحماية الاقتصاد التونسي، لمقاومة آفة التهريب ومعضلة التهريب والتجارة الموازية اللي حقيقة تؤرق الاقتصاد التونسي. هذه استثمارات بقيمة تقريبا 62 مليون دينار وفرتها الدولة التونسية لمقاومة التهرب وكل هذه الأفات. إن شاء الله معناها هذا يعطي الواقع نتاعو على الاقتصاد التونسي على الحدود، منظومة مهمة، استثمارات مهمة، تكنولوجيا حديثة حقيقة وإمكانيات متطورة أصبحت اليوم مفخرة لتونس، وإن شاء الله هذا يعطي المفعول نتاعو. معناها في 2018 تم ضغوطات على المالية العمومية، قلنا يعني كل كونات الدولة اللي تقاوم في الفساد من معناها هيكل المراقبة وديوانة وجباية إلى آخره، هذوما باش نحاولوا ندعمهم بأعوان بالرغم من الضغوطات المالية العمومية، لأنه حقيقة هذا باش يساهم في تحسين مجهود الدولة في معناها استرجاع الأموال التي المهربة أو التهرب الضريبي وكل هذا. دونك قلنا سيكون هناك انتدابات في هذه القطاعات.